حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امه احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم ان زنت الثالثه فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر